أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العيد، يجب أن تفرح في العيد، يجب، مهما ألمت بالأمة المآسي والأحزان، الفرح في العيد فرض، ويجب أن تلقي الفرح في قلوب من حولك، من أولاد صغار، من زوجة وفية. هذا الذي يفتعل مشكلة في العيد بعيد عن الإسلام بعد الأرض عن السماء. هذه أيام فرح، هي هذه أيام أكل وشرب، هذه أيام لقاء أسري، لقاء بين الأقارب، هذه أيام صلة الأرحام، هذه أيام الاقتراب من الواحد الديان. ليس العيد هو يوم يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروبها، ولكنه يوم تعم فيه المسرات، تلبى فيه الحاجات، يرأب الصدع بين الأسر، تكون العلاقة بين من حولك علاقة حسنة. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال بعض العلماء: أصلحوا العلاقة بينكم وبين الله. وقال بعض العلماء: أصلحوا العلاقة بينكم وبين الخلق. المؤمن له حركة نحو الخالق، حركة نحو السماء، حركة نحو عبادة الله وطاعته وحبه والإقبال عليه، وله حركة نحو الخلق. ليس الإيمان تقوقعاً ولا انزواءً ولا انسحاباً من الحياة، الإيمان عطاء. أنت بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح تسعد، وأيام العيد أيام عمل صالح، أيام زيارات، أيام دعوة إلى الله، أيام تذكير، أيام تصبير، اصبروا وصابروا، أيام عطاء، أيام بشاشة، أيام مودة، أيام حب. أيها الإخوة الكرام، أما حينما يمسخ العيد إلى أكل للحلويات وارتداء للجديد وتراشق البطاقات المعايدة، تراشق يتمنى ألا يراه في البيت، يضع له البطاقة، يأكل ويشرب ويسترخي ويؤدي بعض الواجبات أداءً شكلياً، ليس هذا هو العيد. العيد تواصل، العيد هذا القريب الذي لا تراه في العام مرة، ينبغي أن تزوره وأن تحرص على لقائه. وتعجبني في بعض المدن الإسلامية أن هذه المدينة تقسم أربع أرباع، كل يوم أحد هذه الأرباع قابعاً بالبيت، فجميع الزيارات حقيقية أصبحت. وأتمنى أن يجتمع شمل الأسرة الكبيرة في العيد في بيت واحد، جلسة طويلة فيها مدارسة، فيها تواصل، فيها تناصح، فيها تذكير، فيها مودة، فيها هدايا. أيها الإخوة الكرام، بعض المسلمين كما أنهم جردوا دينهم من مضامينه وأصبح دينهم إطاراً ليس غير، أيضاً في الأعياد، هذه الأعياد أيام فرح. لا سمح الله ولا قدر، في بعض الأمم الأعياد أيام معاصٍ وآثام، أيام اختلاط، أيام فواحش. أيها الإخوة الكرام، ليس معنى هذا أن ننسى مآسينا. الأمة الإسلامية تعاني ما تعاني، ولكن في العيد ينبغي أن نصحو من غفلتنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيام كالواحة في الصحراء نسترجع بها بعض المعاني المقدسة. أيها الإخوة الكرام، بطولتنا أن نعزو ما نحن فيه إلى أخطائنا، بدءاً ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم
وما يعفو الله أكثر. ونهاية بالمحن الكبيرة التي يعانيها المسلمون، ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. لما إذا اجتمعنا وتلاقينا لا يكون الحديث في هذه اللقاءات عن رب الأرض والسماوات، عن خالق البشر، عمن إليه المصير؟ ماذا استمعت في الدروس؟ ماذا استمعت في الخطب؟ اجهد أن يكون هذا التواصل تواصل ديني. ليس معنى هذا أن تكون عبوساً قمطريراً، لا، ألهوا وامرحوا، فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة، ولكن لا ينبغي أن تأخذنا الدنيا إلى متاهاتها وإلى همومها وأحزانها، أو أن لا تأخذنا إلى مباهجها المبنية على معاصٍ لا ترضي الله عز وجل. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والكلمة الطيبة صدقة. صدقة الكلمة الطيبة. أيها الإخوة الكرام، العيد مناسبة للتناصح، مناسبة للتعاون، مناسبة للعطاء، مناسبة للحب، مناسبة للتواصل، مناسبة لشفاء الصدور. هذا هو العيد. المسلمون في أشد الحاجة إلى أن يدعوا أي قضية خلافية. لماذا؟ قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وجعل أهلها شيعة، معنى ذلك أن الورقة الرابحة الوحيدة بأيدي الطغاة ورقة التفرقة الطائفية والدينية والمذهبية. كيف نسقطها من يديه؟ بوعينا، بتعاوننا، بتواصلنا، بمحبتنا. لذلك أيها الإخوة، الحكمة والإخلاص والوطنية إن صح التعبير، والإنسانية والتدين الصحيح يمنعنا أن نطرح أي قضية خلافية. بحاجة إلى رأب الصدع ولم الشمل. لذلك لما دخل النبي الكريم المدينة ماذا قال؟ والله كلام يكاد لا يصدق. في بالمدينة أوس وخزرج وسنيون، وفي بالمدينة أوس وخزرج مسلمون، في بالمدينة يهود، في نصارى، في أعراب، في موالي، في مهاجرون قرشيون. أول وثيقة كتبها النبي بعد قدومه للمدينة قال: أهل يثرب أمة واحدة. أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة، لليهود دينهم ولنا ديننا. يعني تعيش بمجتمع يجب أن تتواصل، هناك قواسم مشتركة، هناك تحديات مشتركة. يعني نقص المياه يضر جميع الفئات، مرض الإيدز يضر جميع الفئات، الفساد إذا استشرى يضر جميع الفئات. في قواسم مشتركة، في مصالح مشتركة، في مطالب مشتركة، في تحديات مشتركة. في ضوء هذه المصالح والمطالب والتحديات نتعاون. أما عقائدنا، لنا عقائدنا، لنا إيماننا، لنا مبادئنا، لنا قيمنا، لنا صلواتنا، لنا عباداتنا. هذا الموقف الكامل الآن، التعاون والتواصل، وبالتعبير المعاصر جداً التعايش، والمعاصر جداً الوحدة الوطنية. الآن الأرض لا تصلح إلا بهذه المبادئ التي جاء بها النبي في أول يوم في المدينة المنورة. الأهل يثرب أمة واحدة، مع أنهم مختلفون. أيها الإخوة الكرام،
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يملأ أيامكم بالفرح والتوفيق والتواصل الأسري والمحبة. المسلمون اكتفوا من هذا الشقاق والنفاق والمهاترات، نحن يجب أن نقف على قدمين راسختين كي نرسم ملامح المستقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.